يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية؟ وهل هي 99 اسما أم تزيد؟ أسماء الله توقيفية، نعم، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، ولا يزاد من عندنا شيء، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولا أحد أعلم بالله من الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم. فيسمى بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله لا تحصى، وإنما منها 99 من أحصاها، هذه خاصيتها، من أحصاها دخل الجنة، يعني عرفها وعرف ما أحصاها وعدها وعرف معناها وعمل بها. وأما الإحصاء فلا تحصى أسماء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقوله أو استأثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لم يخبر بها الله عباده، وأنه استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. نعم.